قناة صنعت لي الدين، مرشدك لتعلم الحرفة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم صنعت لي الدين. اليوم أحبتي في الله حبيت نعرفكم بصبيغة تاع لي بلافو. هذه هي صبيغة خاصة بالأسقف، هذه جا اسمها أغ بلافو من شركة غولوكس. صبيغة هذه مات، يعني مطفية غير لامعة، تستعمل للأسقف. علاش نخدموا بصبيغة مات في لي بلافو؟ باش نحيو لي زامبيرفيكسيون. تقدر تصبغ مباشرة حتى وإذا كنت صابغ عدة مرات في لي بلافون، لو كان نصبغو بصبيغة لامعة يعني يكونوا لي ديفو، يكونوا بزاف العيوب يبانو، خاصة كي يضرب بالضو هكذا عكس الجدران. الصبيغة هذه فيها عدة خصائص مليحة ما شاء الله، خدمت بها وعاونتني في واحد يعني أمور تقنية هايلة بزاف. أولا تمشي كيما الساتيني ماشي كيما المات. صبيغة مات على بالنا بلي ما تمشيش، اشاك فواش ولا تفريني ما تمشيلكش مليح الرولو. هذه تمشي كيما الساتيني. شفت الساتيني كيفاش تجلسي؟ هذه تجلسي مليح. وزيد بزياده الحاجه اللي لاحظتها فيها انها ما تخليش لي راكور. الراكور هو التلاقي بين صبيغه عباك في المات، كاين المشكل تاع التلاقي في لي بلافون. لو راكور هذا كي تضرب هنا تضرب بلاصه تصبغ بلاصه ومن بعد تروح لي قدامها، هذيك تكون نشفت تخلي لك لاطراس. هذه من خصائص تاعها ما تخليش لي طراس في لي بلافون. والحاجه الثالثه الميزه الرائعه اللي فيها كذلك انها ما تزيد لهاش الماء، تفتح البيدون وتخلط وتبدا تصبغ مباشره، يعني بلا ما تزيد لها الماء. حتى المبتدئين يقول لك شحال نزيد لها الماء، هذه شحال كميه الماء اللي نزيدها، هذه تفتح الدلو تاعك وتخدم مباشره. وفيها عنصر فيها واحد الماده هكذا مضاده للتعفن، اونتي موزيسيور، يعني اذا كانت عندك غرفه رديئه التهويه يعني ماشي مهويه مليح، فيها طاقه صغيره او انت نسيت الطاقه هكذا، لا سيما في فصل الشتاء يكون هذاك البخار يكون واحد الطاشات هكذا من البخار هذاك، يعني شغل يتعفن شويه هكذا الحيط، يغمال كما نقولوا حنا يغمال. هذه فيها واحد العنصر كيميائي مضاد للتعفن. احبتي في الله دوك نوري لكم، راني درت كي انا كل حال راني نهضر معكم هكذا مباشره من مكان العمل، دوك نوري لكم راني ابليكيت شويه في البلافون فوق. درت الطبقه الاولى دوك تشوفوا لا ديفيرونس، لا سيما عندي واحد الاسقف كحوله بزاف، عندي شوفاج في هذه الدار، هذه الشوفاج خليت لك الكحوليه السواد هذاك تاع مونوكسيد دو كربون تاع شميني المدخنه هذيك كانت تلقى الكحل في لي بلافون. درت طبقه واحده خرجت روعه. وكاينه حاجه حبيت نقولها لكم، الصبيغه هذه اذا كنتو خدمتو لوندوي لي زوندوي تاعكم بونسيتو مسحتو الغبار ما ديروهاش مباشره، ديرو فيكساتور هكذا، ديرو فيكساتور ومن بعد خدموها، ما تخدموهاش مباشره فوق الفيكساتور. واذا كنتو صابغين من قبل اضرب ديريكت صبغ مباشره، نحي رتيله كاش ما عندك طاشات بقع نحيهم ومن بعد اصبغ، تخرج لك تحفه فنيه. علاش بياض ناصع هكذا. دوكا نضربو طله نوري لكم لا ديفيرونس. شوف هنا، شوف البلافون كيفاش كان هاد الجهه، شوف كيفاش كان هنايا، شوف كيفاش كيصبغتو هنايا كيفاش ولا صبيغه هادي سبيسيال بلافون. شوف حتى الحيوط راه ميبانو شويه كحوله، بورطون كانوا يبانو بيوضة. شوف الله يبارك، شوف هذا كحل حموض كيفاش، شوف لا ديفيرونس. هذه هي طبقه واحده، وهو ار بلافون يتخدم على طبقتان، مازال ما درناش الطبقه الثانيه. شوف ها شوف، شوفوا معايا جماعه الخير، هاد الصبيغه هادي تاع لي بلافون نخدموها بهذا الرولو هذا، الرولو هذا تاع الساتيني ميكرو ميكست هذا كيف تاع رولكس. على كل حال هذا نخدموا به ساتيني، نخدموا به صبيغه يعني الناس في لامعه. بصح هاد الصبيغه هادي تخرج هايله بهاد الرولو. علاش هاد الصبيغه ماشي بهذاك النوع تاع الصبيغه المات لي حرشه، هذه هي وحدها تكسل لي تري توندو، يعني تطلق روحها ليس، تخرج ليس، وكي تخدمها بهذا راح تخرج يعني فينيسيون هايله بزاف. وللامانه باش نقول لكم كي قلت لكم قبل، هذه تمشي كيما الساتيني، ما تمشيش كيما الساتيني 100% هكذا باش تفهموني واش راني نقول. هذه متلتها بالساتيني يعني تمشي خير من المات، حبيت نقول لكم لان الساتيني تمشي خير من هديه، ولو هديه حاجه مليحه فهمنا صح. دوكا كيفاش
نطبقوها نطبقوها على هذا الشكل. وشوفوا نوريكم حاجه، شوف كي تعمر اللولو تاعك هاو كيفاش لازم ليكم. شوف ها بتعمرو هكذا، ومن بعد كي تخدم تخدمش هكذا فوق وجهك. ونسيت باش نقول لكم حاجه، الميزه تاعها انها ما تقطرش، سيتو كي تخدمها بهذا الرولو ما تقطر لكمش. انا شفت انا الصبيغه تولي كامل، لا مطرش كامل بالصبيغه هذه. يا شوفها دوك نوري لكم باللي تشوفها بعينك، ها باللي ما تطرش. شوف كي تخدم ما اي صبيغه تخدمها في البلافون ما تخدمش هكذا تحتها هكذا، لا لا تخدم تجبد روحك وتخدم. ومن بعد نفرد وتخدم بلاكوش، زيد تخدم بيدك اليسرى وزيد تخدم بلاكوش، انت تدنى منه. ها شوف شفت هذه مازال، ها سي لا بريمير كوش. شوف هكذا بون. على كل حال هذه ستين ديمونستراسيون، راني نوريكم كيفاش تخدمو. هي في الاصل ما تبداش تخدم هكذا، تبدا تخدم في لي غورش، تبدا تخدم في لي غورش هكذا، تحط الفانسو تاعك وتخدم هكذا، ومن بعد تحكم رولو صغير. انا درت لكم فيديو كيفاش تخدمو في لي بلافون، ها ومن بعد تفيني بالرولو تاعك. ها تخصك هنا تزيد شارجي شويه، شارجي شويه. انت تقول ريشومبيت، نقولو ريشومبيت حب يقول جوزت الفانسو تاعك والرولو على الزوايا. شوف هنا كاينه بريمير بوش هنايا، وين تكون تضرب هنايا في الجديده مع القديمه هكذا. شوف كيفاش تفيني، دير الرولو تاعك هكذا وتفيني هكذا. شوف انا ديكرادي فيها الصبيغه ما يخرجولكش لي طراس. ها شفت كيفاش؟ من بعد هنا مشي عادي. الان جماعه الخير رانا لحقنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. الى عجبكم واش ديروا؟ اشتركوا معنا، ديروا هذاك زر الاعجاب هذاك تحت الفيديو باش ينتشر هذا المحتوى التعليمي، وانتم ان شاء الله لكم الاجر كذلك. هكذا ما بقى لي غير نقول لكم صحه عيدكم، رانا في العشر الاواخر او قريب العيد، نتمنى ان شاء الله تلاقوا مور العيد تعيدوا وتزيدوا، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم.